بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأبناء الأحباء الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نتناول الدرس الثاني من أسرة التوابع، ألا وهو العطف. فالعطف تابع يتوصل بينه وبين متبوعه بأحد حروف العطف، حروف العطف الواو، الفاء، ثم أو بل، وهناك حروف أخرى ولكن نكتفي بهذه الحروف. فأسلوب العطف إن شاء الله نتناوله اليوم من خلال ثلاثة مباحث. الأول أركان، الثاني معاني حروف العطف، الثالث الأعراب. تعالوا نتناول يعني أركان أسلوب العطف. العطف لا يكون عطفا إلا إذا استخدم فيه إحدى حروف العطف أو أحد حروف العطف. فإن استخدام حرف من حروف العطف لربط أجزاء الكلام بعضها ببعض، عند ذلك يكون معطوفا. فلو نظرنا إلى هذه الأمثلة، أكلت عنبا وتفاحا، مشى الأب فالابن، بعث الله نوحا ثم محمدا، ذاكر نحوا أو أدبا، أتناول الطعام حارا بل باردا. كما ترى هذه يعني تمثل يعني أسلوب أو تركيب العطف. طب كيف عرفنا أنها يعني من هذه التركيبات أنها عطف؟ أنها استخدمت أو استخدمنا حروف العطف. في الأول الواو، في الثاني الفاء، في الثالث ثم، في الرابع أو بل، في الخامس والأخير. فعند ذلك نقول ما أكان العطف. العطف كما تراه أكلت عنبا وتفاحا، لدينا خطوط زرقاء. هنا الخط الأول يسمى ماذا يسمى؟ معطوف عليه، لأن التفاح معطوف على العنب، ونقول معطوف عليه، حرف العطف اسم معطوف. فإذا العطف يكون بالمعطوف، بحرف العطف بالمعطوف عليه. فإذا نقول الركن الأول العنب معطوف عليه، حرف العطف الركن الثالث تفاحا. فإذا نقول تفاحا معطوف، حرف العطف معطوف بالواو، عنبا معطوف عليه، عنبا معطوف عليه. أيهما يأتي في الرتبة أولا، المعطوف أم المعطوف عليه؟ نعم، أيهما يأتي في الرتبة أولا؟ المعطوف عليه يأتي في الرتبة أولا. انظر، مشاء الأب معطوف عليه، حرف العطف اسم معطوف، نوحا ثم محمدا معطوف عليه، ثم محمدا معطوف بثم، نوحا معطوف عليه، أدبا معطوف بأو، نوح نحو معطوف عليه. فإذا أبنائي الأحبة نقول أركان العطف المعطوف عليه، بعدين حرف العطف بعدين المعطوف. هذا يكون الترتيب الصحيح للحياة لتركيب العطف. كما ترى، معطوف عليه،
حرف العطف المعطوف. بارك الله فيكم. فقلنا عند أنا قلنا عند التعريف تابع يتوسط بينه وبين مدعوم بأحد حروف العطف. حروف العطف تختلف المعاني باختلاف حروف العطف، باختلاف حروف العطف. الآن نتناول المبحث الثاني ألا وهو معاني حروف العطف. معاني حروف العطف كما تراها: الواو، الفاء، أو، ثم، بل. الواو تفيد، ماذا تفيد؟ هنا انظر واستعينوا بالصبر والصلاة. الآن من المعنى، من المعنى ماذا أفادت الواو هنا فيها في المعنى؟ أن الاستعانة بالصبر والصلاة. فإذا الواو تفيد المشاركة في الحكم، المشاركة في الحكم. الحكم هو الاستعانة، الاستعانة. فإذا الجمع مطلقا بالصبر والصلاة في هذا الحكم الذي ورد، واستعينوا بالصبر والصلاة. فإذا الواو تفيد الجمع مطلقا أو المشاركة في الحكم، أو المشاركة في الحكم. فهنا الواو أفادت التشريك، أفادت التشريك، أي تشريك الصلاة مع الصبر، مع الصبر. ننتقل إلى المثال الثاني، الفاء. يقدم الطعام، فالحلوى فالقهوة. يعني عند الضيف يقدم له الطعام، وبعد ذلك مباشرة لا يستبعد، يعني هناك فترة زمنية لا، وإنما يؤتى بالحلوى، بعد ذلك القهوة، لذلك القهوة. فتجد أن هناك ليست هناك كما ترى، ليست هناك فترة زمنية متباعدة ما بين الطعام والحلوى والقهوة. فإذا الفاء ماذا تفيد؟ تفيد الترتيب والتعقيم، الترتيب والتعقيم. ماذا يعني الترتيب؟ ماذا يعني الترتيب؟ لا يصح أن نقول يقدم يقدم أو تقدم الحلوى بعدين فالطعام فلا، وإنما الطعام فالحلوى فالقهوة. فعند ذلك لابد أن يكون الترتيب، يعني من تعريف الفاء، من تعريف الفاء تفيد الترتيب والتعقيم. ننتقل إلى المثال الثالث، أو تفيد كما ترى استأذن المديرة أو المعلمة، المعلمة. فهنا انظر إلى التخير، يخير بين المدير وبين المعلم، وقد تأتي للشك كما وردت في كتاب الله تعالى في سورة الكهف: ولبثنا يوما أو بعض يوم. هنا كانت للتشكيك، هنا للشك. فإذا أبنائي الأحبة، أو تفيد الشك، يعني ذاكر رياضيات أو لغة عربية. فإذا التخيير بينهما. نأتي إلى ثم، أقرأ مقدمة الكتاب ثم خاتمته، ثم خاتمته. هنا تجد أن ثم تفيد الترتيب والتراخي. أي يعني ماذا يعني التراخي؟ يعني هناك فترة زمنية، قد يكون قرأت مقدمة الكتاب في الصباح وقرأت خاتمة الكتاب في المساء، فهناك فترة زمنية، فترة زمنية، لكن الترتيب واجب، الترتيب واجب. ثم خاتمته، ثم خاتمته. أقول في مثال آخر: اخترع الإنسان القطار ثم الطائرة. يعني هناك الترتيب لابد، القطار كان اختراعه قبل الطائرة. فنقول الترتيب ثم التراخي، التراخي يعني الفترة الزمنية، الفترة الزمنية يعني ما بينهم فترة زمنية. قد أقرأ مقدمة الكتاب الصباح وخاتمته في المساء أو في الغد أو بعد أسبوع، فهذا عادي جدا، لأنه ثم تفيد الترتيب والتعقيم، عفوا الترتيب والتراخي. الأخيرة بل، لسان العرب معجم بل موسوعة كما ترى من المعنى أبنائي. بل هنا تفيد الإضراب والعدول، الإضراب والعدول، يعني أضربت عن أنه يكون معجم بل أنه موسوعة. عدلت، عدلت من المعجم إلى الموسوعة. فهنا بل تفيد الإضراب والعدول، الإضراب والعدول. بذلك أبنائي الأحبة، هنا ذكرنا أركانه، ذكرنا معاني حروف العطف. كما ترى أن معاني حروف العطف أعيد عليكم سريعا: الواو تفيد المشاركة في الحكم، الفاء تفيد الترتيب والتعقيم، أو تفيد
التخيير ثم تفيد الترتيب والتراخي، بل تفيد الإضراب والعدول. الإضراب والعدول عند ذلك أبنائي الأحبة أطمئن إلى هذه يعني التي ذكرناها لكم. الإعراب، نعم الإعراب، نجد أن التابع يتبع ما تعوده في الإعراب، أو أن المعطوف يتبع المعطوف عليه في الإعراب. نجد عند المعطوف عليه ماذا نعربه؟ نعربه حسب موقعه في الجملة. هنا أكلت عنب مفعول به، إذا المعطوف يكون مفعول شو اسمه اسم معطوف منصوب يتبع المفعول به. مشت أبو هنا فاعل، نجد أن الإبن يتبعه في الإعراب، يتبعه في الإعراب في حركة الضم. فهنا كذلك بعث الله نوحا ثم محمدا، نوحا مفعول به، محمدا اسم معطوف على نوح. فعند ذلك يا أبنائي الأحبة أن المعطوف يتبع المعطوف عليه في الإعراب. قلنا أن المعطوف عليه يعرب حسب موقعه في الجملة، والمعطوف يتبعه في الإعراب، يتبعه في الإعراب. إذا أبنائي الأحبة هذا هي خلاصة هذا الدرس. إن شاء الله أكون قد أوفيت لكم بهذا الدرس أبنائي الأحبة. لدينا تدريب بسيط إن شاء الله، ولكن أبنائي الأحبة هنا لدينا مثالان. المثال الأول على المعاني المستفادة من اختلاف حروف العرف. زار السائح المكتبة والمتحف، أي أن السائح زار المكتبة والمتحف معا. هنا زار السائح المكتبة فالمتحف، زار المكتبة وبعد ذلك المتحف، يعني ليست هناك فترة زمنية. زار السائح المكتبة ثم المتحف، المكتبة زارها صباحا، ممكن أن يكون زار المتحف مساء، هناك فترة زمنية. زار السائح المكتبة أو المتحف، هنا التخيير بينهما، زار السائح المكتبة بل المتحف، زار المتحف بدلا من المكتبة، لأنه عدل من المكتبة إلى المتحف أو أضرب من المكتبة إلى المتحف. مثال آخر، وهذا أنت دقق النظر فيه وأجري المعنى أو المعاني المستفادة من اختلاف حروف العطف، لكن أقرأه عليكم. أتعتبرنا غاية كنا العلم أم العلامة؟ هذه المعلمة تقول لطالباتها أتعتبرنا غاية كنا العلم أم العلامة؟ طالبات، غايتي العلم والعلامة. أخرى، أعتبر غايتي العلم ثم العلامة. ثالثة، أنا أسعى للحصول على العلم فالعلامة. الرابعة، أظن أن غايتي العلامة بل العلم. إذا أبنائي الأحبة اجري هذه يعني المعاني المستفادة من اختلاف حروف العطف ودقق فيها كما سبق أن ذكرناها في المثال زار السائح. الآن أبنائي الأحبة نتناول تمرينين على عجل، يتألف الدرس من الأمثلة فالمناقشة. يتألف الدرس هنا يتألف فعل والدرس فاعل من حرف جر، الأمثلة اسم مجرور بمن، الفاء حرف عطف، المناقشة اسم معطوف على مين؟ على الأمثلة. إذا هنا من الأمثلة، إذا مجرور مرفوع منصوب لا مجرور، لأنه اسم المعطوف عليه مجرور. جميل، ننشد العدل والحرية. هنا الواو حرف عطف، الحرية مفعول اسم معطوف على العدلة. العدلة ايش اعرابها؟ نشد العدل مفعول به. ما جاء انا محمد، ما جاء محمد، جاء فعل، محمد فاعل، بل سعيد، سعيد اسم معطوف على محمد، فياخذ نفس الاعراب، ياخذ نفس الاعراب ابنائي الاحبة، محمد سعيد. وهكذا ابنائي الاحبة، امل ان يكون أبنائي الأحبة أكملت هذا الدرس واستوفيته لكم، وأتمنى لكم دوام النجاح والتوفيق، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.